امام الكوكب، خاصه انه لحد الساعه لا فريق المسيره لا فريق الواف داير النتائج طيبه. نعم، الان كنتابعوا الملخص ديال المباراه اللي انتهت بالتعادل السلبي 0-2 بين وداد فاس وفريق حسنة اكادير. يعني اكيد بانه وداد فاس يبحث عن انتصار لتامين يعني الوضع ديالو نهائيا. تابعنا هناك بعض المحاولات ديال فريق وداد فاس، واعتقد بان فريق حسنة اكادير هو الاخر يلعب مباراه، يعني ولو ان يعني الترتيب ديال حسنة اكادير في الرتبه الثامنه 35 نقطه، ولكن يبحث على يعني تحسين الوضع ديالو في سلم الترتيب ولعب مباراه شريفه. والدليل هو ان فريق حسنيه اكادير من الدوره 20 لم يصدوا قطع من انتصار، وبالتالي اكيد انه يريد مصالحه الجماهير ديالو حتى لاحدى المراتب الست الاولى، في حين ان الواف مطالب انتصار باش ما تدخلش مجموعه من الحسابات. الان بقى حل واحد عند كوكب انها تنتصر وتنتظر الهزيمه ديال الواف باش تقدر تبقى في القسم الاول. مهمه جد صعبه، وكنعتقد على ان الواف هي الاخرى لا تريد تفريط في مباراه داخل الميدان ديالها، على الاقل النقطه اللي تقدر تحميها من مجموعه من الحسابات الضيقه. نعم كنعرفوا.